ابتعدي من طريقي. أرجوك يا سيدتي أعطيني ملابس. لا أريد أن أراك ثانية. ماذا تريدين؟ ابتعدي من طريقي. لا أريد أن أراك. هل تفهمين أيتها المتشردة الغبية؟ أرجوك لا أريد أن أعطيك شيئا. ابتعدي عن طريقي. أرجوك يا سيدتي أعطيني ملابس. ابتعدي عني. أنت مقرفة. أنت غبية. ولا تلمسني مرة أخرى. أنت واسي. إنهما لا يريدون أن يعطينا ملابس. يا سيدتي أعطيني ملابس. مهلا مهلا، ماذا تفعلون في الشارع وحدكم في هذا البرد القارس؟ أين أهلكم؟ هل أنتم متشردون؟ سوف أخذكم إلى جمعية تقوم برعاية المتشردين. هناك سوف تعيشون في هناء وراحة. شكرا لك يا خالتي. انهضوا انهضوا معي، سوف نذهب إلى هذه الجمعية. الذين هم في الشارع الآن لا يجدون الأكل أو الماء.